ما يدرس، فابوه لا عليه ادرس 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 مرتين ثلاثه يوميه، راح مشتري مسدس من القادسيه، هذا شوف فجاه شال مسدس ضرب اخته، شردوا العائله جوا سدوا الباب عليهم، فالام طلعت ضربها، شو الابن طلع ضربه هم قتله اخوه يعني جاي من هناك ونتكرم ينزع من عاله هم ضربه. شاب من مواليد 2005 اقدم على قتل والده ووالدته وشقيقه الاصغر منه بالاضافه الى اصابه شقيقته. عند التحقيق معه برر فعلته انه السبب هو الضغوط من قبل العائله لحثه على الدراسه. شاب بهذا العمر يشتري مسدس ويقتل عائلته. خلونا نشوف. نعم زميلي مازن، توجهنا الى حي الفرات وهو من الاحياء اللي نقدر نقول عليها من الاحياء الراقيه، ليست من الاحياء الشعبيه، حي هادئ، وشهد واقع هزت المجتمع النجفي بعد ان اقدم احد افراد العائله على قتل ابوه، قتل امه وقتل اخوه، واصاب اخته اللي استطاعت الهروب بأعجوبة من خلال سطح المنزل إلى أحد الجيران، وهذا الجار أنقذ الفتاة وودها إلى المستشفى. وأكيد سلسلة الأحداث مثل ما عرفنا من قيادة شرطة النجف الأشرفية. إذن زميلي مازن، نحن الآن في مجلس عزاء العائلة المغدورة لنلتقي بالأستاذ خالد أحد أقارب هذه العائلة لنطلع على تفاصيل أكثر حول هذه القضية. البقاء في حياتك أستاذ خالد، ما الذي جرى في هذه العائلة؟ وقد تكون هناك معلومات غير صحيحة مغلوطة كما ذكرت قبل قليل، أريد أنه تكون توضيحات أكثر لنا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوان، إحنا من محافظة النجف الأشرف، نحن عائلة ملتزمة، عائلة تربيتنا ومثل تربية النجفيين. اللي صار بحيث ابن حامد ابن خالتي قاعد يدرس، ففجأة ترك الدراسة ما يدرس، فأبوه لا عليه أدرس 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 مرتين ثلاثة يومية يحكي عليه يأنبه، فصارت المشكلة هاي. راح مشتري مسدس من القادسية من سوق شعلان مشتري مسدس، فأمه قاعدين يسامرون سوا بالصالة، هو أمه وأخته وأخوه، يقول هذا شوف فجأة شال مسدس ضرب أخته بالسادس علمي، فضرب أخته، من ضرب أخته شردوا العائلة جوا سدوا الباب عليهم، بويا تعال انت سويت، أمه تقول له انت سويت يا معود، قال لها أنا هسه خابرت الإسعاف وهسه راح تجي بالطريق، فالأم طلعت ضربها، شو الابن طلع ضربه أم قتله أخوه هم قتله، أبوه استوى جاي مخطية من العمل من الشغل، هو مدرس فيعمل ورا الدوام هم يعمل، رايح يعني جاي من هناك ونتكرم ينزع من عاله هم ضربه. بيش ساعة الحكي؟ بيش ساعة حسب؟ بالدعش ونص حوالي هاي. قبل احنا نقل لولدنا، أنا ابني دكتور الحكي، ابني الثاني خريج قانون، هماته درسوا يوميا، احنا نقول بس مو درسوا يطلع مسدس تضربنا. لنتحدث اكثر عن تفاصيل هذه القضيه مع الناطق الرسمي باسم قياده شرطه محافظه النجف الاشرف العقيد مقداد الموسوي، حياكم الله سياده العقيد، اهلا وسهلا بك. ما هي تفاصيل هذه الحادثه، اركانها، لماذا وقعت، او يعني تفاصيل اكثر للمشاهدين حول هذه القضيه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف يعني النجف أصبحت اليوم على فاجعة، فقدان عائلة كريمة من عوائلها بسبب عدة عوامل. أقدم شاب من مواليد 2005 بقتل والده ووالدته وأخيه. طبعا أسباب القتل بعد التحقيق معه تحدث على أنه هو واقع تحت الضغط، ضغط عائلته، أيضا العائلة العلمية، الأم تربوية والأب تربوي، وأيضا الأخوان هم طلبة جامعات، وهو بمعدل عالي بالدراسة، لكن بسبب يعني بالتحديد ما أعرف، بس هو مواليد 2005 ومعدل 93 في أحد الصفوف، يعني هو عنده نزعة
عدوانية، أيضا مدمن على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا غير متعاطي للمخدرات عندما قام بالجريمة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يقول تحت ضغط عائلته يجبروني على أن لازم أطلع طبية، لازم معدل جيد، يضغطون علي تصرفاتي كذا، فولد عندي حالة من الكره لهم، وقمت بشراء مسدس من أحد الأشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي طبعا، وشراء عتاد والتدريب والتمرين على استخدام السلاح أيضا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي نفذ جريمته. بعد إطلاق النار بلغوا القوات الأمنية، بالسرعة طوقت المكان وألقت القبض على الشخص بعد فراره من داره. طبعا فعلا يا أختي هي اللي مثلا انتقلت إلى جيران وبدت يعني الأمور تتلاحق عليكم يعني من الأخت؟ يعني نعم، هو كان أكو هيش تبليغ من أخته والجيران، من خلال الجيران تم تبليغ الشرطة، والشرطة طوقت المكان بالكامل وبإشراف قائد الشرطة مباشرة، ألقى يعني تمت عملية القبض.